طلاب الصف الثالث المتوسط اهلا بكم في درس جديد دروس اللغه الانجليزيه مع المستر سيد آه ان شاء الله النهارده بناخد يونت 3 بناخد درس الايه الريدنج اول حاجه بنبدا بيها كده قبل ما ناخد الريدنج بناخد الاوبجكتيفز اوف ذا ليسون اهداف الايه الدرس المفروض علينا في نهايه الدرس ان احنا بنحصلها طبعا بيقول لي ذا اند اوف ذس سيشن في نهايه الدرس ده the students will be able to طلاب يكونون قادرين على او ملمين بيه أول حاجة إن هو read the text يقرأ النص مقدرة عندك إن أنت read the text فأنت بتسمع النص بتسمعه مرة اتنين تلاتة تحاول تحفظ معاني الكلمات بعد كده في النهاية إن أنت توصل إن أنت read the text بعد كده answer the text is questions الإجابة على أسئلة النص بعد كده present إن أنا أقدم research أقدم research بحث to the class الريسيرش بيكون عن الانفورميشن المعلومات اللي انا استفدتها من الدرس الدرس المرة ده شباب درس الليدنج مهم جدا وفي معلومات قيمة وعن اشخاص كويسين جدا بيعملوا في الخير درس مهم ان احنا نعرفه وفي كم كلمات كويسة هتفيدنا ان احنا نستفاد بيها فنبدأ على بركة الله ما ننساش شباب ان احنا بس يعني نعمل لايك للفيديو ونعمل اعجاب اقل حاجة بس تعمل لايك على الفيديو انت شاهدت الفيديو لايك لايك اقل شيء يا اخي دعم دعم بسيط منك لي لمجهودي يعني تقديرا منك ان انت فقط يعني لايك like. نبدا على بركه الله يا شباب Before reading قبل القراءة Do you know about people who work for charity? Do you know هل تعرف about people عن الناس who work for charity الذين يعملون للشاريتي؟ نعرف كلمة الشاريتي؟ شاريتي معناها الأعمال الخيرية أو جمعية خيرية شاريتي بشرت معناها جمعية خيرية أو أعمال خيرية. هل لديك معرفة بالناس اللي بتطلع دايما في الخير؟ طيب have you ever worked for a charity have you ever worked for charity يعني هل أنت اشتغلت في الأعمال الخيرية قبل كده أو ممكن يعني مش لازم تشتغل في منظمة أو شركة ممكن تكون أن أنت طلعت شيء لله مثلا في الخفاء أو ما إلى ذلك. what was your experience like? what was your experience like؟ كانت خبرتك وتجربتك إيه؟ شعورك كان إيه بالموضوع؟ نبدا كده معانا عندنا طبعا احنا عندنا شخصيتين يا شباب اه اول شخصيه ده واحد من اه بنجلاديش اللي هو محمد ايه محمد يونس محمد يونس وال والسكند كاركتر عندنا اه عبد اللطيف الجميل طبعا ده فروم ساودي ريبيا من السعوديه العربيه نبدا كده معانا على اول كاركتر اول شخصيه عندنا اه طبعا بيقول لي سمبل simple افكار بسيطه جدا والنتيجه بيكون منها بيج ريزالتس بيج ريزالتس يعني نتائج نتائج كبيره اول حاجه هنسمع الاول بعد كده هقرا لكم تاني ونترجم فلسن بيج 28 صفحه 28 <applause> reading سمبل ايدياز بيج results محمد يونس Nobel Peace Prize winner. Muhammad Yunus, often called the world's banker to the poor, received the Nobel Peace Prize in 2006 for his pioneering work against poverty. Yunus said he would use the $1.35 million prize money to find more innovative ways to help the poor. Yunus founded the Grameen Bank in 1976 with just $27 from his own pocket. The idea came to him while he was teaching economics at Chittagong University in southern Bangladesh, which is one of the poorest nations in the world. He and his students started an experimental project. They lent poor people small amounts of money. The people used the money for their own small businesses, for example, to buy straw to make stools. Until then, the local people relied on local money lenders who were not always fair. Since then, the Grameen Bank model has been duplicated in more than 100 countries. Today, the bank has 6.61 million borrowers and over 2,400 branches in over 80,000 villages in Bangladesh. Recently, the bank started a program to give poor people a loan of about $9 to purchase small items such as bread, candy, pickles, and toys. Receivers of the loans then resell the goods to supplement their income. The bank reports that it has lent $6.55 billion over the past 30 years and claims a high repayment rate, 98%. Nowadays, Grameen banks are also in developed countries. 100 people in Queens, New York were among the first borrowers of Grameen America. The total number of borrowers worldwide is 7.84 million. اه والان بعد ما سمعنا كده نشوف معاني الكلمات معانا طبعا بيقول هنا simple ideas افكار بسيطه ولكن في big results نتائج نتائج ايه ضحك محمد يونس طبعا بيقول نوبل بيس برايز وينر الفائز محمد يونس هذا الفائز بجائزه ايه نوبل فيها السلام اه محمد يونس اوفن كولد يعني كان غالبا بيطلق عليه ذا وورلدز بانكر تو ذا بور يعني مصرفي العالم للفقراء يعني هو عامل مصرف بنك مصرفي للفقراء او مساعد للفقراء ذا وورلدز بانكر تو ذا بور ريسيفد ذا نوبل بيس برايز تسلم أو استلم جائزة نوبل في السلام in 2006 في 2006 for his pioneering work against poverty. تسلمها بناءً على his pioneering work عمله الرائد against poverty ضد الفقر. يونس سيد، he would use the one million point thirty five dollars إن هو سوف يستخدم أو يستغل جائزته والتي تقدر بمليون و35 دولارا to find more innovative ways لإيجاد العديد من الطرق الإيه الإبداعية تمام؟ to help the poor لمساعدة الفقراء. يونس founded the جرامين Bank يونس founded the جرامين Bank إن 1976 أسس يونس بنك جرامين في سنة 1976 with just 27 dollars فقط بمبلغ 27 دولارا from his own pocket من مصروفه الخاص uh, the idea came to him while he was teaching economics at uh, Chittagong University in Southern Bangladesh the idea came to him الفكره جات له فكره ان هو ياسس الجرامين بنك هذه جات له while he was teaching بينما كان يدرس economics الاقتصاد مادة الاقتصاد at Chittagong University في جامعة جونج إن southern Bangladesh في جنوب بنغلاديش which is one of the poorest nations طبعا بنغلاديش تعتبر one of the poorest nations in the world واحدة من أفقر الدول في العالم he and his students هو وطلابه Started an experimental project. بدأوا مشروع تجريبي. They lent poor people small amounts of money. They lent poor people حيث أقرضوا الفقراء. أقرضوا الناس الفقراء small amounts of money. يعني كميات قليلة من ال- من المال. Uh, the people used the money for their own small businesses. The people- الناس used the money. استخدموا تلك الفلوس for their own small businesses. في أعمالهم التجارية الصغيرة For example على سبيل المثال To buy straw لشراء القش To make stools يبقى to buy straw To make stools لشراء القش لصناعة الايه الستولز وطبعا الستولز دي انواع من من الكراسي اللي هي بتكون بدون مسند بدون سناده مثل تلك الموجوده هنا ايه فوق الفوتو فوق بيكج صوره مين محمد يونس دي النوع من الستولز الستولز ده بيكون كرسي بدون ايه بدون سنادة طيب اوكي okay. until then وحتى ذلك الحين the local people الناس المحليون اهل المكان بقى relied on اعتمدوا على local money lenders كانوا بيعتمدون على local money money lenders المقرضون المحليون يعني كان بيقترض بيستلف من الناس المحلية اللي عايشة معاه في نفس الدولة who were not والذين لم يكونوا who We were not always fair لم يكونوا دائما ايه عادلين او صادقين since then ومنذ ذلك الحين the grameen bank bank grameen uh, yes the grameen bank model نموذج bank جرامين هذا has, has been duplicated قد تضاعف وانتشر in more than 100 countries في اكثر من 100 دولة in more than 100 countries today واليوم well, يعني اليوم اللي اقصد بها النهارده لا تلك الايام التي نعيش فيها today the bank has 6.61 مليون borrowers ال 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 البنك الان يمتلك اكثر من 6 مليون فاصل 61 طبعا 1000 borrowers مقترض يعني اللي بيستلف borrowers and over واكثر من 2400 2400 برانشز 200 2400 uh, branches أكثر من 2400 فرع in over في أكثر من 80,000 villages أكثر من 80,000 قرية in Bangladesh في Bangladesh recently حديثا recently the bank started a program واق حديثا البنك uh, started a program بدأ برنامج to give poor people لإعطاء الناس الفقراء a loan قرض of about 9 دولار قرض يقرب من 9 دولار to purchase small items لشراء الأشياء الصغيرة to purchase هنا المقصود ببريتشيز يعني يشتري ويبيع تمام purchase شراء وبيع يعني يشتري حاجة ويبيعها يعني تاجر فيها to purchase small items لشراء العناصر الصغيرة such as bread مثل يعني تاجر فيها مثل البريد الخبز كاندي الحلوى pickles pickles المخللات and toys ولعب الأطفال receivers of the loans receivers of the loans يعني متسلمي تلك القروض then resell يعني يعيد البيع يعني resell يعيد بيع the goods البضاعة to supplement their income لزيادة دخلهم أو لدعم دخلهم أو لتكملة دخلهم to supplement their income the bank reports that والبنك يقر ان البنك بيبلغنا ان ذات it has lent ان هو اقرض 6 بليون فاصل 6.55 بليون طبعا 6 بليون فاصل 55 دولار over the past عبر الايه 30 years عبر ال 30 سنه الايه الماضيه and claims a high repayment rate ويدعي a high ريباي repayment rate معدل معدل ايه معدل فايده عالي uh, بيصل الى rate uh, 98% 98% Nowadays في هذه الايام جرامين banks جرامين بانكس بنوك جرامين are also in developed countries اصبحت موجوده في الدول المتقدمه 100 people in Queens new york 100 uh, شخص في كوينز في الكوينز ان نيويورك في مدينه كوينز في نيويورك وير امونج كانوا بين ذا the first borrowers كانوا بين اول الايه المقترضين. امونج ذا فيرست بورورز اوف جرامين امريكا كانوا ما بين اول المقترضين من جرامين امريكا. توتال نمبر اوف بورورز وورلد وايد از 7.84 مليون العدد الكلي الان من المقترضين حول العالم يصل الى 7.84 uh, uh, million 7.84 million. Intaqil Another character. Muhammad Abdul Latif Jameel, businessman and philanthropist. Mohammed Abdul Latif Jameel has received many awards for his humanitarian work to solve the crisis of poverty around the world. In 2012, he was named Saudi Volunteer of the Year for establishing job creation programs in Saudi Arabia and the Middle East. Unemployment is the main cause of poverty, and Jamil realizes that governments need the support of businesses to solve the problem. Jamil says, My father taught me an important lesson in running a business. Never to forget that life is not just about you. It is about what you can do for others. Jamil studied at MIT where he joined the Poverty Action Lab. In 2005, he made a huge donation to the organization and it was renamed J-PAL in honor of his father, Abdul Latif Jamil. J-PAL is a group of expert researchers whose mission is to reduce poverty in the world by finding scientifically based solutions. In Saudi Arabia, he established the Abdul Latif Jameel Community Initiatives Program (ALJCI). One project of the ALJCI is the Bob Risk Jameel (BRJ), which focuses on creating job opportunities. Between 2003 and 2012, BRJ created more than 230,000 jobs in the Kingdom and over 300,000 in the Middle East. ALJCI also supports projects in business financing, education and training, health, and art and culture. ولانا يا شباب بعد ما سمعنا أه نشوف معاني الكلمات. في معاني كلمات عندي اكسبريشنز مصطلحات موجودة عندي. [Speaker أه الـ MIT MIT اللي هي Mesa Institute for Technology اختصار طبعا أه لماسا Tchist Institute for Technology. اللي هو معهد ماسا تشوستس للتكنولوجيا establishing job creation programs establishing job creation programs برامج خلق فرص للعمل poverty action lab poverty action lab اللي هو معمل مكافحة الفقر poverty action lab عندنا فيلانوثروبست فيلانوثروبست يعني محسن أو محب للأيه للخير فيلانوثروبست humanitarian work humanitarian work يعني عمل إنساني uh, volunteer 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 متطوع unemployment unemployment البطالة نبدأ كده محمد عبد اللطيف جميل businessman رجل أعمال and philanthropist ورجل خيري أو محب الخير محمد عبد اللطيف جميل has received محمد عبد اللطيف جميل has received يعني تسلم many awards العديد من الإيه من المنح والجوائز for his humanitarian work على عمله الإنساني to solve the crisis of poverty لحل أزمة الفقر around the world حول العالم uh, in 2012 he was named Saudi Volunteer of the Year في 2012 he was named سمية Saudi Volunteer of the Year يعني المتطوع السعودي ليه. فاز طبعا بالمتطوع السعودي ليه لذلك ليه العام وذلك بناء على ايه بقى؟ For establishing job creation programs وذلك لتأسيسه للـA لل job creation programs هي برامج خلق فرص العمل in Saudi Arabia في المملكة العربية السعودية and the Middle East والشرق الأوسط. Unemployment is the main cause of poverty. Unemployment is the main cause of poverty uh, البطالة هي السبب الرئيسي للفقر. and Jamil realizes that governments وجميل يدرك أن ال الحكومات need تحتاج الإيه بقى the support of businesses to solve the problem the support يعني دعم ال businesses الأعمال التجارية to solve the problem لحل تلك المشكلة مشكلة إيه مشكلة ال unemployment اللي هي البطالة جميل سايز يقول جميل my father taught me my father taught me and Important lesson. والدي علمني an important lesson درس هام in running a business في إدارة الإيه؟ في إدارة الأعمال أو في إدارة أي تجارة. Never to forget that life is not just about you. Never to forget that لا تنسى إن life الحياة is not just about you، الحياة ليست فقط عنك أنت، الحياة ليست ليك لوحدك. Uh, it's about what you can do for others. It's about ولكنها عن what you can do for others ما سوف تفعله او ما يمكن ان تفعله للاخرون. Okay, Jamil studied at MIT طبعا هو درس في ال MIT اللي احنا قلنا Massachusetts Institute for Technology اختصار ليها يعني where he joined حيث التحق بالايه بقى؟ The poverty action lab. بافرتي اكشن لاب اللي هو قلنا معمل مكافحة الايه الفقر ان uh, 2005 في عام 2005 هي ميد اهيوش دونيشن عمل دونيشن تبرع بقى عمل تبرع ضخم اهيوش دونيشن تبرع ضخم to the to the organization للمنظمة uh, طبعا المنظمة المقصود بها اللي هي بافرتي اكشن لاب and it was renamed اطلق اعيد تسميتها الى جي بي ال جي بي ال انه طبعا هي جميل اه جميل جيل جي بي ال ان هونر اوف هيز فادر على شرف ايه والده عبد اللطيف جميل عبد اللطيف ايه جميل اوكي اه عبد اللطيف جميل طبعا لو رجعنا الاختصار اللي هو الجي ده جميل والده بي ال اللي هو بافرتي والايه الاكشن البي البافرتي الايه اختصار للاكشن والال اللي هي للاب يبقى الجي بي اي ال اللي هي بافرتي اكشن لاب وحرف الجي اللي قبلها ده رمز لمين لجميل جميل اللي هو الوالد والد محمد عبد اللطيف اوكي فهو عملها شرفا لوالده اه جي بي اي ال از ا جروب هي عباره طبعا عن جروب مجموعه من الاكسبرتس A group of expert researchers من الباحثون الخبراء whose mission والتي مهمتهم وظيفتهم is to reduce poverty هي تقليل او تقليص الفقر in the world في العالم by finding وذلك من خلال finding إيجاد scientifically based solutions حلول مبنية على أساس علمي scientifically based solutions In Saudi Arabia, في السعودية العربية, هي established, أسس طبعا في السعودية, the Abdul Latif Jamil Community inis, uh, Initiatives Program. هي established, أسس عن ال Community uh, Initiatives Program. برنامج الجمعيات الإيه؟ إيه اللي باسم باسم جميل. طبعا ده اسم اللي هي ALJCI. طبعا دي اختصارات للكلمات السابقة وان بروجكت أحد المشروعات of ALGCI is أحد مشروعات الجروب الجمعية هذه is أحد مشروعاتها هو باب رزق جميل باب رزق جميل هو باب رزق الايه الجميل واختصارها طبعا بي ار جي اللي هي باب والار رزق والجي جميل which focuses on والتي تركز على creating job opportunities creating job opportunities والتي تركز على خلق فرص عمل، خلق فرص عمل أو فرص الوظائف، خلق وظائف. اوكي okay. Between 2003 and 2012، ما بين 2003 ل 2012، جي اللي هي باب رزق جميل، created more than، uh, أنشأت أكثر من أو خلقت أكثر من 230,000، 230,000، 230 ألف، 230 ألف وظيفة. in the kingdom في المملكة and over وأكثر من 300,000 300,000 in the Middle East 300,000 وظيفة في الشرق الأوسط ALGCI also supports الجروب ده أو المجموعة دي also supports بتدعم projects المشروعات supports projects in businesses financing بتدعم مشروعات في نظام ايه طبعا التجارة المالية education في التعليم and training التعليم والتدريب health الصحة and art والفن and culture والثقافة طبعا درس ال اليوم يا شباب مهم جدا في معلومات قيمة في معاني كلمات كتيرة مفيد جدا في الايه للتشاريتي الاعمال الخيرية يعني ننتقل إلى الجزء الخاص بالأسئلة بول لي after reading بعد القراءة choose the correct meaning according to the text افضل معنى طبقا للنص نمبر 1 بافرتي ان لاين 2 طبعا احنا قلنا بافرتي اللي هي الفقر هل هي معناها بوليوشن بينج بور ولا ديسيز طبعا بوليوشن تلوث بينج بور ان انت تبقى بور فقير ديسيز اللي هي مرض فطبعا بتكون البي بينج بور تو ريلاي اون في لاين 9 في السطر التاسع ريلاي اون يعني يعتمد على شخص اوكي okay? معناها تو اكسبت ولا تو تراست ولا تو ديبند اون اوكي اكسبت يقبل تراست يثق بي depend uh, اون يعتمد على هي ريلاي اون ذا سيم مينينج ديبيند اون فبتكون ديبيند اون نمبر 3 لون لون معناها قرض يبقى هي معناها ماني يو borrow ماني يو borrow uh, فلوس انت تستعيرها ماني يو ارن فلوس تكسبها ماني لوست فلوس مفقوده طبعا ماني يو بورن فلوس تقترضها تو استابليش تو استابليش يعني يؤسس او ينشئ معناها تو كرييت ان تنشئ شيء ولا تو باي تشتري تو جيف ماني تو تعطي فلوسا الى طبعا الاجابه بتكون تو كرييت الايه unemployment امبلويمنت ان اللي هي البطاله يبقى هي lack of money نقص في الفلوس lack of education lack of education نقص في التعليم lack of jobs lack of, job", of, job", of jobs نقص في الوظائف طبعا بتكون السي lack of jobs Uh, to reduce to reduce معناها يقلص أو يقلل يبقى إذن to make more to make more يعمل الكثير to stop to stop يوقف to make less to make less يقلل يبقى هي to make إيش to make less طاقة إلى exercise B answer the questions about the reading answer the questions about the reading number one Why did Yunus receive the Nobel Peace Prize? Why did Yunus receive the Nobel Peace Prize? لماذا تسلم جائزة طبعا إيه؟ نوبل فيها السلام بنقول له طبعا نمبر one he received it for his work against Buffalo اللي عمله ضد الإيه الفقر نمبر two why uh, what work أي عمل was he doing when he thought of the idea ايه العمل اللي كان بيعمل بيه لما فكر في الايديا الفكره هذه طبعا كان شغال في التيتشنج ات university هي واز ان ايكونومكس تيشر معلم اقتصاد نمبر 3 هاو ديد هيز سيستم ورك هاو ديد هيز سيستم ورك السيستم النظام بتاعه كان يعمل كيف هي lent بور بيبل سمول اماونتس اوف ماني اقرض الفقراء كميات قليله من الماء تو يوز كيس يستخدمونها or their own small business لتجارتهم اللي هي الصغيرة. 4. How long has he had the Grameen Bank؟ طول المدة أو هو أسس من أمتى الجرامين Bank؟ He has had the Grameen Bank since 1976 طبعا في 1976. 5. Why was Jamil named Saudi volunteer of the year? Why was Jamil named Saudi volunteer of the year؟ ليه سمي المتطوع السعودي؟ في تلك العام طبعا هي uh, استابلشت لانه اسس job creation programs in Saudi Arabia and the Middle East لانه اسس الايه برامج خلق الوظائف في المملكه العربيه السعوديه والشرق الاوسط. نمبر 6 what did Jamil learn from his father what did Jamil learn from his father؟ ماذا تعلم جميل من والده؟ تعلم ان الحياه ليست لك لوحدك ولكن ما تقدمه للاخرون. he learned that life is about helping others الحياة هي عن مساعدة الآخرون أو what to do for others ما تفعله للآخرون طبعا درس مهم إن إحنا نتعلمه إن الإنسان not to be selfish ألا تكون أنانيا okay. لا تكون شخص أناني number seven what is the purpose of JPL إيه الهدف من إنشاء الجي JPL طبعا الجروب اللي هو البافرتي بافرتي اكشن لاب واللي اتعمل باسم جي اللي هو الجميل على شرف والد مين محمد محمد جميل محمد عبد اللطيف جميل الهدف بقى بتاعه داز ريسيرش يعمل ابحاث اند ترايز تو ريديوس يحاول انه ريديوس بافرتي يبقى هو شغل ان هو ريديوس بافرتي يقلل او يقلص الفقر باي فايندينج ساينتيفيكالي بيسد سوليوشن بايجاد حلول مبنيه على اساس علمي Number 8 what kind of projects does ALGCI support? What kind of projects أنواع المشروعات التي يقدمها طبعا ال ALGCI support تمام؟ طبعا عندنا المشروعات اللي بقدمها كان آخر سطر عندنا في قطعة الريدنج reading الـ job creation خلق الوظائف business financing business financing تجارة والمال education التعليم training التدريب هيلث الصحة ارت آه، 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 الفن وكالتشر الثقافة طبعا يا شباب قطعة كتعت الريدنج قطعة الفهم النهاردة شيقة جدا 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 تاكل للجزئية التالية آه، بقول لي complete the chart how are محمد يونس and محمد عبد اللطيف جميل ألايك عاوز أوجه الشبه تشابه اللي ما بين الاثنين طبعا الاثنين بيعملوا في أعمال خيرية كل واحد عمل أعمال بتاخده من الخير فعندنا مثلا they both كلاهما do humanitarian work كلاهما عمل humanitarian work يعني عمل انساني they both fight against poverty كلاهما يحارب ضد الفقر uh, they both created organizations to help others كلاهما uh, انشا organizations uh, مؤسسات ومنظمات to help others لمساعده الاخرون uh, both of them كلاهما have received awards تسلم جوائز for humanitarian work للعمل الإنساني. Exercise دي. Uh, discussion، النقاش بقى بقول In your opinion من وجهة نظرك كده, who do you think offers more to society؟ uh, من uh, قدم أكثر للمجتمع؟ هل هو محمد يونس؟ Who helps people to start their own business؟ اللي ساعد الناس يبدأوا uh, تجارتهم الخاصة and earn living ويكسبوا uh, معيشتهم قوت يومين أو ولا محمد عبد اللطيف جميل هو هيلبس كرييت اللي ساعد على كرييت خلق وانشاء job opportunities فرص عمل طبعا بوث اوف ذيم كلاهما بوث اوف ذيم ار جود كلاهما جيد جدا ولكن ده بنتركه لوجهه نظرك فانت ثينك فكر اوكي okay. شباب بكده بنكون وصلنا لنهايه درسنا اليوم ما تنساش تعمل لايك like للفيديو شير للفيديو دعم لنا كتاب التعليق مناسب هل استفدت من الدرس أم لا ؟ لا تكن شخصا بخيلا استفاد وتنكر اللي أخدته ، وأقل شيء لايك للفيديو دعم لنا لعمل مزيد من الفيديوهات والشروحات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته